السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان. أهلا بكم في فقرة الخير لمحب الخير لأصحاب القلوب الرحيمة، الفقرة اللي بتربط ما بين المحتاج والقادر، المهموم واللي عنده الفرج، اللي ربنا عز وجل بيجعل الدعوة على لسانه دعوة مستجابة اللي احنا محتاجينها. عشان كده سخرنا وقتنا وجهدنا عشان نسعد الناس. فقرة بتحاول ترسم البسمة على وجوه الناس، لأن هي دي رسالتنا في الوقت دوت اللي مصر كلها محتاجانا فيه، إن احنا نساعد بعض ونحاول نسعد بعض عشان في الدنيا نسعد وفي الآخرة نرضي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. مشاهدينا الكرام، كنت بمناسبة اقتراب شهر رمضان، هتقول لسه بدري يا عم الشيخ، انت ايه اللي دخلك في الموضوع ده؟ عايز اقول لكم احنا بنستعد لشنطة رمضان من دلوقتي. حط خطتك عشان لو حضرتك مت تساب على نيتك. استعدوا ان احنا من دلوقتي نبتدي نجهز شنطة رمضان. لو هتجهز معانا 100 شنطة، ممكن النهاردة تبعت فلوس العدس، بكرة فلوس الارز، وهكذا عشان ما تبقى صعبة على حضرتك في الفترة اللي جاية. المبلغ اللي حضرتك رصده النهاردة لما اشتري بيه سلع على دخلة رمضان مش هيبقى مبلغ يساوي 100 شنطة، انما ممكن يساوي 60 شنطة، لكن لو جبتهن النهاردة هنجيب 120 شنطة. استفدنا واستفاد الفقراء والمساكين. مثلا هديكم نموذج صغير، التمر النهاردة في سيوة والوادي الجديد بسعر، لكن اول رمضان هيبقى بسعر تاني خالص، صح؟ كلنا واثقين في المعلومة دي، فليه ما نستغلش الفرصة من دلوقتي. حاجة تانية، شهر رمضان جاي يعني العيد، كل أفراح المسلمين بتبدأ في العيد وقبل العيد دلوقتي، فعندنا مشكلة العرايس اليتيمات والفقيرات واللي هم أبائهم مرضى، يعملوا إيه؟ اللي ناس كتير اتفركشت خطوبتها بسبب عدم قدرتها على تجهيز نفسها. طب ما احنا عاوزين دلوقتي نوجه رسالة للناس اللي بيروحوا يعملوا عمرة. الناس اللي عملوا عمرة السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، أنصحك لله، عايز تحس بلذة العمرة بجد انت عملت خلاص، عايز تحس بالثواب بجد وتحس ان انت فرحت ربنا بجد، بلاش تطلع عمرة السنة دي، وبتمن العمرة بتاعتك زوج عروسة. النهاردة اقل عمرة بتبدأ ب 8500 جنيه، ده للشركة، وما تيجي تطلع هيزودوك 500 جنيه بقى 9، وهتصرف لك هناك كمان 8، يبقى انت كده دخلت في 17000 جنيه، صح كده؟ ال 17000 جنيه دول تجوز بيهم 3 عرايس في الصعيد، تجوز بيهم 3 عرايس فورا، تفتح 3 بيوت هيخرج منهم اسر واطفال بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وهتاخد دعوات لا حصر لها ولا حدود، لانك هتسعد اسر كتير قوي. انا بديك نموذج صغير، ما جيتش في سنه يا سيدي، ما العمره كانت مقفوله ولسه فاتحه، ما تعتبرها قافله للاخر، ولا هو لحظه ما هنطلع عشان نقول الحاج فلان والحاجه فلانه الفلوس تطلع، ولا اقول لك خرج لله وللفقراء والمساكين تقول لا. واحد اقتنع بالفكره جاب لنا 35 سرير عشان ما يطلعش عمره السنه دي، كويس، يعني واحد هيسعد 35 اسره هيناموا على سراير، فكره. طيب لو 1000 واحد اقتنع بالفكره ديت في مصر وجابوا لنا كل واحد 35 سرير بدل العمره بتاعتهم، يعني هناخد 35000 سرير. حد في مصر لسه هيقول بنام على الارض؟ لا، ده السنه دي، والسنه الجايه 1000 يجوزوا عرايس، والسنه اللي بعدها 1000 يخرجوا غارمات من السجون، والسنه اللي بعدها 1000، انا بحكي لك، ولو ان بيطلع في الموسم الواحد 500000، واحيانا بيقرب من المليون معتمر. انا بحلم، سامحوني، اتمنى كده، يعني الاستاذ سامي هيطشني بشويه ميه دلوقتي عشان افوق ونرجع للحلقه بتاعتنا. انا اسف سرحت بيكم شويه، لكن احلام جايز حد يصدقها، جايز حد يؤمن بيها، جايز حد يصدقها ويعمل بيها. اصل احنا لما هنتحاسب يوم القيامه مش هنتحاسب على العمره اللي احنا عملناها 15 مره، هنتحاسب انت ليه ست الفقيره دي تزني عشان ما كانتش لاقيه اكل، انت ما اكلتهاش ليه؟ انت ما اكلتش ولاد الارمله دي ليه؟ عرفتوا ليه انا بكلمكم؟ وفكروا بجد، لان هيبقى في حساب عسير قوي.
انت كده العمرة بعد العمرة، يعني انت كده دخلت في نعيم ربنا قال لك عليه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مشاهدينا الكرام، النهاردة هنبدأ حالة كده، حالة أم حسن. حالة أم حسن معانا برضو من أسوان. واحد يقول لك وانت حكايتك مع أسوان، ما حس راجعين من كفر الشيخ يا جماعة، يعني مش أسوان بالتحديد، بس دول أكتر ناس بصراحة بيجذبونا في القناعة، بيجذبونا في الصدق. احنا رحنا الحالة من إحدى المحافظات في الشمال، بصراحة بيتها سيء جدا، هي ساكنة في بيت 3 أدوار، فاحنا حزننا، شكلها بصراحة تستاهل. قلنا لها هنجيب لك شقة، قالت لا، شطبوا لي الشقة دي وافرشوها. حاضر. المهم واحنا خارجين واحد يعرفنا فبيقول لنا انتوا رحتوا لفلانة؟ اه. رحتوا لها الشقة نهين. نهين ايه يا عمي؟ عندها كام شقة؟ قال لا، ما هي عندها شقة للشغل تلم عليها، وعندها شقة تانية ساكنة فيها مش شطبة كويس جدا. فطلعنا رجعنا تاني شفنا الشقة التانية مش شطبة لوكس، وديت كان موقف بايخ قوي. اما في اسوان ما عندهمش حاجة، ما بيداروش حاجة، ما بيخبوش، مش شغالين نصابين. تعالوا نشوف أم حسن ونسمع كلامها عايزة إيه ونرجع لكم تاني. وعارفين 4 أفراد كلهم قاتلنا كمان على كده، مرة مرة مرمية في الشارع، مرة من بيتنا، مفيش الدخل على كده، يعني 150 حتى فيها ولا إيه، مفيش ولا صحة على كده، يعني دول يوم بيشتغلوا 10. نحن ما بنشتريش اللحم خالص، عايشين يعني الجمعية بتاعت تدينا لحمة، الجمعية الثانية بتدينا نص بس، لكن نحن نشتريها وما نشتريش. معرفش سعرها كم حتى، ما بين سقف، ما بين حمام ينقل الأمراض، ما بين فتحات بتنزل حيارة وعقارب، ما بين تراب، ما بين سرير، محدش ينام عليه الصراحة. هو مربوط حتى الحديد اتكسر ضابطينه، يعني الفرشة بالمرتبة أهو، زي ما انت شايف أهو، هاي المرتبة، هاي البطانية اللي دولة الجمعية، الجمعيات اللي بتديها لنا ما كناش تغطيها، كناش تغطيها. انا بتصرخ وانا ما افرش في الارض، بفرش البطاطين اللي بتوهم في الجميع، وانام انا وبنت الشتاء نزل علينا ميه ونحط الحلل وتشوف والكلام ده، بس في الشتاء مشكلتنا مصيبه في الصيف اللي بتوقع علينا العقارب، الحياه بتجينا من الحته اللي هناك ديت، بتيجي علينا وانا خايفه على بناتي لان بننام في الارض، ننام في الارض يا شيخ. أنا محرجة منكم يا شيخ، مكسوفة منكم يعني، بس الحوجة موجة باب حمام، بس باب الحمام، باب الحمام ماشي، باب الحمام يعني أي حد يجي داخل يكشفوا عليك أنت وباب خلق، بس تشتري الشف تعال شوف. أنا كل لما تتفتح بزيادة بجيب أسمنت أو طين وأبلطها، فيش اهو جايبه طين، مره اسمنت ومره طين. حتى الاوضه اللي حلتنا اللي متين هون عايشين فيها مهدده من هي توقع علي، تعال الكارثه كمان اللي من ورا، بدك تحس بقى السقف اللي من جوا اللي انت شفته الفوضى هذا من برا بقى، ده بقى من الناحيه الثانيه، هذه الكارثه اللي من ورا شايفه اصلا واقعه من ورا تحت الحمام، يعني حتوقع علينا في اي وقت. بحس الحمام من ناحية ثانية، عرفت ليه؟ أنا بقول لك الحياة مهددة بالخطر على أسرتي عشان ده، عشان ده يوقع علينا من جوا، يعني أنا بناشد أهل الخير وأهل التقوى والبر إن هم يتقوا الله فيا يعني وبرهم، يرحموني من الطين، بس أنا مش عايزة حد تبنوا لي بس أوسع على أطفال وعلى نفسي. Thank you.
في ناس عايشة في كوكب تاني خالص، ناس غنية مستورة وناس عايشة بجد، ناس بتتعشى فين وتتغدى فين، ناس بتتفسح فين وتصيف فين، وناس أقصى حلم ليها تبني بيت يحميها ويحمي أولادها من العقارب والحياة، وما يبقوش نايمين مهددين وعندهم حمام. ناس عايشة في البيت ده اللي هو بالشكل ده، عندهم اللي هو المطبخ ده، عندهم البوتاجاز جوه أوضة النوم، عندهم السرير مسنود بجرادل وطشت، عندهم الجحور والفتحات الكبيرة اللي ساكنها عقارب وحياة، عندهم الموت في أي لحظة، حمام زي اللي شفتوه دلوقتي، عندهم السقف ده. الناس ديت غاية في القناعة، وصلت لمرحلة مش قادرة. الدولة بتبني مساكن مدن وعمارات، دول ما يقدروش يسيبوا أماكنهم اللي هم قاعدين فيها. انت عارفين نظام الترابط الأسري في الصعيد، مش طالبين حاجة كبيرة، يعني مقدم شقة بالنسبة لهم في مساكن شباب تبع الدولة نقدر ان احنا نبني لهم بيه شقة ويعيشوا في المكان ده، ويدعو لكم اناء الليل واطراف النهار. ام حسن زوجها مريض، شأنها شأن رجالة كتير، شأن رجالة كتير جدا في المناطق الفقيرة دي، لا في تغذية كويسة ولا في رعاية صحية من اساسه، ولا في مية تشربها تكون صحيحة، وعايشين في هم وكرب كبير عشان يربوا ولادهم ويعيشوا في البيئة اللي انتوا شايفينها ديت. شيء طبيعي النتيجة هتساوي مرض وبالتالي موت سريع. كان الله في عونهم، لكن احنا علينا حمل وعلينا مسؤولية. اتفقنا احنا كمصريين هنشيل الحمل كلنا مع بعض. الدولة على المشاريع الكبيرة، واحنا علينا الحاجات الصغيرة اللي ربنا أمرنا بيها، اللي هو احنا أمة الصدقة وأمة الزكاة. كلنا علينا زكوات، وكلنا مفروض علينا ان احنا نتصدق بصدقات، لان الانسان بيحشر في ظل صدقته يوم القيامة. فاكرين سعاد؟ نفسنا ام حسن تبقى زي سعاد. سعاد مين؟ تعالوا نشوف سعاد اللي هي قصتها هزتكم، حركت ناس كتيرة منكم، وكشفت لنا اطباء منعدم الرحمة كتير جدا في مصر. تعال نشوف سعاد نفتكرها ونرجع تاني. السقف ده في الشتاء بينزل، لما بتنزل النظرة بنغرق انا والعيال، وبنشيل بالجراجل منه ونكب بره وبنبقى غرقانين، وفي الصيف قرطه وحيايه وعقارب. وحضرتك شايف يعني الفتح دي النظرة في الشتاء بتبقى غرقانه الدنيا، وبنشيل انا والعيال من الميه والدنيا بتغرق علينا. زي ما انت شايف كده، دي كان حمام وتهد علينا السنه اللي فاتت من النظرة، دوك ما فيش مكان حمام، احنا من فين حمام؟ بنطلع عند الجيره أنا وعيالي، عشان كده عايزين الحمام نعمله بدل ما نروح عند الجيران وعند الناس. شوف حضرتك إزاي كان هنا المكان، وهنا كان المفروض يبقى في مطبخ يعني، بس برضو تهد مع الحمام. أنا اسمي سعاد أحمد. افتكرت سعاد اللي كانت بتحلم، بتقول لك هنا نفسي يبقى هنا حمام بدل ما بروح انا واولاد عند الجيران، وهنا يبقى في مطبخ. بتحلم زي ما انا حلمت كده في اول الحلقه، لكن حلمها اتحقق. كان بينها وبين السماء موعد، بينها وبين الاستجابه موعد. هو ربنا عز وجل كده بحب العبد اللي يدعيه. وسخرنا وفريق جمعية البر والطاقم، فريق القناة،
ومصوريننا ومنادبنا ان احنا ننقل الدعوه ديت ليكم بامر من ربنا عز وجل بتوفيقه وبفضله. ما في ناس متخصصه في نقل مخدرات، وفي ناس متخصصه في نقل اسلحه، وفي ناس متخصصه في نقل شائعات واكاذيب، وفي ناس متخصصه في تفجيرات وقتل وتشريد، وفي ناس متخصصه في نقل الخير للاهل الخير. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تعالوا بينا نشوف سعاد. انتوا عملتوا ايه لسعاد؟ سعاد دي كانت حاله مركبه، عايزه بيت وعندها بنت مشكلتها كبيره 15 سنه منار، وعندها مشكله في عينها، لفت على دكاتره كتير وصلنا ل 30,000 اجره المستشفى، وابنها عنده دراعه ما بيقدرش يرفعه اكتر من كده، محتاج عمليه كذا عمليه. رحنا للدكاتره لقينا ما عندهمش ريحه الرحمه اللي في الدنيا. رحنا بمحمد ابنها للدكتور بياخد 7,000 جنيه اجره ايده، والمستشفى بتاعته هتاخد 5,000 جنيه، هتاخد 6,000 جنيه. يا دكتور ده احنا برنامج، لو سمحت انا بره فيه 500 كشف غيرك وبيكشف ب 250 جنيه، ده بلاغ للضرايب لو هم بيشوفونا. يعني المستشفى ديت موجوده في اسيوط، فتشوا بقى في اسيوط على الدكاتره ديت. اجرته 250 في 500 مريض قاعد بره. ضرب يا عم وبتقولوا الحاله نايمه ومفيش فلوس في مصر، ياخد اجره ايده في عمليه قعدت نص ساعه 7,000 جنيه، ما رضاش يسيب جنيه واحد، حتى هددنا بالطرد من المستشفى، وحتى العامل بتاعه او السكرتير بتاعه اللي هو بيكشف بيديك ورقه مش فاتوره عشان بتاع الضرايب لما يروح ما يلاقيش في كشف اصلا. اثبت بقى ان انت كاشف عندي. شفتوا مصر شغاله ازاي؟ ده نداء للرقابه الاداريه اللي هي بتشتغل بجد في مصر دلوقتي. زوروا مستشفيات الاطباء منعدم الرحمه، هتلموا فلوس كتير قوي 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 لمصر. ناس بتعمل في اليوم 40,000 جنيه، 40,000 جنيه في اليوم، في حين المدرس بياخد في اليوم حوالي 20 جنيه ومطلوب منه يصلح بلد. اما دول ب 40,000 جنيه في اليوم، ولو عمل بقى عمليات ما شاء الله، شوف بقى هيعمل كام؟ بيدفع ضرايب كام؟ ده معفي من الضرايب يا جماعه، اصل ظروفه وحشه. اصل بقدم ورق ان بيعمل في السنه ب 10,000 جنيه، يا دوبك اجره عربياته والعمارات والقصص ديت. فمحمد كشف لنا عن فصيل من اطباء، مش كل الاطباء وحشين. لا لا لا، في اطباء منعدم الرحمه، وفي اطباء غايه في الرحمه. فربنا يبارك في دوله وربنا ينتقم من دوله. تعالوا نشوف سعاد انتوا عملتوا لهم ايه. كنت الأول بيتي بالجريد، يعني مهد حالية والعقارب والحياية، صيف وشتاء مرة نضرة مرة حياية، يعني وضع ما يرضيش ربنا. ودلوقتي ألف حمد وشكر لك يا رب، نحمد ربنا على النعمة اللي اداها لي. أوضة جلوس حلوة، حمام حلو، أوضة نوم ليا أنا برضو حلوة مرتاحة، مطبخ أنا ما عنديش كان مطبخ أصلا من الأول، دلوقتي عندي مطبخ جميل الحمد لله. موضوع البيت ده حلم لوحدي. أما عمليات عيالي دي كانت حلم، كنت يعني كنت بحلم بس مش قادرة حاجة. مندوب الجمعية جاء عندي هنا واخد روشتة، اتصل بالدكتور وحجز لي وراح معانا وقعد معايا في العملية، سافر معايا السوق وقعد معايا في العملية لحد محمد طلع من العملية بالسلامة. وبعد كده أخذنا وجابنا وجاب له العلاج ودفع حق تكاليف العملية كاملة ووصلني لحد البيت معززة مكرمة. ومنار برضو أخذها المندوب معاه، أخذها مصر هي وجدتها وراح معاهم المستشفى وكشف عند دكتور واثنين،
عشان نتاكد من عمليه القرنيه، بس ما لقيتش قصب العين ضعيف، وبرضه قال لي مش هجيبها على كده، لازم اعمل لها عمليه تجميل. والدار الدكتور عمل لها عمليه التجميل، وان شاء الله في لي جزء كمان بعد شهرين. الف شكر للناس كلها اللي تبرعت بمرارة وحلوه. احنا ناس كتير قبل كده دخلت بيتنا صورت مره واثنين وثلاثه وعشره، بس بصراحه ربنا ما فيش زي جمعيه البر والتقوى. اول ما دخلوا صور الشيخ محمد عندينا يعني مسافه اسبوع او يومين ثلاثه، لقينا الشيخ جانا وقلنا هدوا ونبدا بنا. اولا بشكر ربنا على الخير اللي عمله معايا، والف حمد وشكر ليك يا رب. لو قعدت اصلي طول عمري مش يعني افضل، مش هوفيه. وبشكر جمعيه البر والتقوى اللي بنوا البيت زي ما انتم شايفين، يعني كده خلوني حاجه ثانيه. شفت البيت في الوضع الاول كان ازاي، دلوقتي البيت ازاي. الف حمد وشكر لك يا رب. وبشكر اي حد ساعدني ووقف معايا في البيت ده، بشكر الناس كلها اللي وقفت معايا وساعدتني، الف شكر ليهم، ويجعلوا في ميزان حسناتهم يا رب. يعني بكشفها جميل، والاول كنت بكتسب من اني اطلع بيها وكده وما كنتش بطلع. الحمد لله بعد ما عملت العمليه الوقت بقت كويسه، منظرها جميل. اللي وقف جنبي ربنا يخلي له ولاده وما يوريهوش اللي انا كنت فيه، والف الف شكر. مش عارف اقول لكم ايه، شفتوا منار؟ شفتوا الفرق بين منار قبل ومنار دلوقتي؟ منار عندها 15 سنه بقت عروسه جميله. كانت الأول بتستحي تخرج الشارع، كانت زميلاتها بيعايروها في المدرسة. منار بقت جميلة، الله يبارك لكم، الله يسعدكم. محمد كان نفسي يكون صاحي وإحنا بنصوره، وتشوفوه بحرك دراعه وبدأ يلعب، بدأ يحس إن رجع محمد بتاع زمان. الله يبارك لكم ويسعدكم. سعاد فرحانة ساكنة الوقت في بيت ولا القصور، أحسن بيت في المنطقة كلها الوقتي، بعد ما كان بيت غير صالح لسكون الفيران. تخيلوا معايا، فرحانة بتقول لكم لو صليتوا العمر كله وادعي لكم مش هوفيكم حقكم. هي دي رسالتنا، لو كل واحد عمل بيت للفقراء في مصر، من المليون واحد اللي قلت لكم نفسي ينضموا لينا، مليون واحد مصري بيحبوا مصر، من 90 مليون ينضمهم لقافلة احنا معاك، لمبادرة احنا معاك عشان مصر. كل واحد كل اسبوع يحط في حساب الجمعية جنيه واحد اللي بيقع منك بتكسل تجيبه جنيه. هنبني كام بيت، هنفرش كام بيت، بيت بالسعادة ديت. ياريت تعرض لنا تاني البيت وانا بتكلم يا استاذ سامي، بيت بالجمال ده، بيت بالفرش ده. كانت بتحلم بحمام مش ببيت، عندها بيت غاية في الجمال. شايفين شكل البيت من بره، شايفين البيت من جوه، شوفوا الفرش بتاع البيت، حاجة تشرح القلب، حاجة تفرح، حاجة تليق فعلا بالمصريين. شايفين يا جماعة الفرش بتاع البيت، ما كانش حاجات من دي خالص موجودة، كانوا نايمين على الأرض، كانوا بروحوا دورة المية عند الجيران. النهارده سراير ايه؟ وستاير ايه؟ وسقف ايه؟ مراوح، مطبخ، نيش من دمياط تبرع برضه، بقى عندهم مطبخ، فرحانه قوي بالحنفيه اللي في المطبخ، بقى في سراير لاكيه ودواليب لاكيه. هي دي الرساله. المساله على واحد صعبه، لكن على مجموعه هتبقى بسيطه. بفرح قوي لما بشوف في حساب الجمعيه واحد متبرع بخمسة جنيه بستة جنيه، راح البنك قعد ساعة أو أكتر عشان يحط خمسة جنيه، لأن ده اللي بيمتلكهم بس، فقير. بيعجبني لما حد بقابلني بيقول لي يا شيخ أنا عايز أتبرع بجنيه، باخد الجنيه منه وأديله إيصال، الله يبارك له، ببقى فرحان قوي. ما هو لو مليون مصري عملوا كده هنبني كل أسبوع على الأقل على الأقل 50 بيت للفقراء والمساكين. تعالوا بقى الناس لسه جالنا دلوقتي، لسه بتشوف البرنامج دلوقتي، نشوف معايا كده أم حسن، نرجع تاني.
كنا أربع أفراد كلهم أكلنا كمان على كل شيء. مرة ما كنا بنعمل شيء مرة بنبيت عليه. مفيش الدخل على كده، ربع 150 حتى كده ولا أي مية. مفيش ولا صحت على كده، يعني دول يوم بيشتغلوا 10. نحن ما بنشتريش اللحم. عايشين يعني الجمعية بتاعتنا تدينا لحمة، الجمعية الثانية بتدينا نص بس. لكن نحن نشتريها ونشتريها. معرفش سعرها كم حتى. ما بين سقف، ما بين حمام ينقل الأمراض، ما بين فتحات بتنزل الحيارة والعقارب، ما بين تراب، ما بين سرير. حدش ينام على السرير. هو مربوط حتى الحديد كسر ضبطين يعني. المكتبة أهو، زي ما أنت شايفة أهو. هي المكتبة. البطانية اللي دولة جمعيهم تدهنهم وكناش تغطيهم كناش تغطيهم. هذه اللي خلفتني عشان شيء ما بتصرف. وانا مفرش في الأرض، فتبش الغطاطين وبتدهن في الجمعية. وانا من وبنت في الشتاء نزل علينا مية ونحط الحلل وتشوف والكلام ضيع. بس في الشتاء مشكلتنا مصيبة في الصيف اللي بتوقع علينا العقارب والحياة بتجينا من حتة بتيجي علينا. وانا خايفة على بناتي لان بننام في الارض. بننام في الارض يا شيخ. انا محتاجة منكم يا شيخ، مكسوفة منكم يعني، بس الحوجة موتة. باب حمام، ده باب الحمام، ده الحمام، ده باب الحمام. يعني اي حد يجي داخل يكشفوا عليك انت وباب خلق. بس الشيخ تعال شوف، انا كل لما تتفتح بزياده بجيب اسمنت او طين وابلطها. ما فيش اهو جايبه طين، مره اسمنت ومره طين. حتى الاوضه اللي مثل اللي حلتنا اللي مثل هون عايشين فيها مهدده ان هي توقع علينا. تعال شوف الكارثه كمان اللي من ورا. ده الكسر السقف اللي من جوا اللي انت شفته الصور هذا من برا بس درجه حيطه من الناحيه الثانيه. هذه الكارثه اللي من ورا الحيطة أصلا وقع من ورا تحت الحمام، يعني حتوقع علينا في أي وقت. بحس الحمام من ناحية ثانية. عرفت ليه؟ أنا بقول لك الحياة مهددة بالخطر على أسرتي عشان ده. عشان ده حيوقع علينا من جوا. يعني أنا بناشد أهل الخير وأهل التقوى والبر إن هم يتقوا الله فيا يعني. يرحموني من الطين، بس انا مش عايزه حد تبنوا لي بس اوسع على اطفال وعلى نفسي. يا رب كل اللي يسعد الحالات اللي بنعرضها والحالات اللي في الشارع عنده اللي ساكن فيه سواء كانت قريبه او بعيده، يا رب اغفر له ذنبه. يا رب في شر المصايب احفظ ولاده، اسعده في الدنيا والاخره، اسكنه فسيح جناتك. مشاهدينا الكرام، ستعلمون قيمه العمل، عمل الصالح في حياتكم وفي مماتكم، فاكثروا من العمل الصالح. عفى الله عني وعنكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.